ده البنطلون بتاعه، احمد ما كانش لابس البنطلون ده، بس البنطلون كله طبعا جاي عليه دم، وده دم احمد اللي جيبي من سينا. انا خدته كده على طرحتي علشان لما ابنه يجي اوري له حاجه بابا واقول له ده باباك، خد له حقه. كان كل يوم دايما يطمن عليا ويسال عليا ويقول خلي بالك من نفسك يا ماما، كل شويه يطمن عليا، عايزه حاجه يا ماما؟ عايزه حاجه؟ ولا عايزك احب يجينا بالسلامه يا رب. اهم حاجه قبل الاستشهاد والله يا ابني، حلمت ان هو استشهد والله، حلمت ان هو استشهد، وانا الحمد لله واحتسبها يا رب من الشهداء ان شاء الله. اول ما عرف ان انا حامل كان فرحان قوي، بس ما قاليش غير كلمه واحده، كل ما يكلمني يقول لي مش مصدق مش مصدق، اقول له يا احمد؟ يقول لي مش هشوفه، انا مش هشوف ابني. سافر احمد سينا، بس من اول ما سافر يعني كان في شبه اضطهاد من المأمور لاحمد. احمد ما كانش مسافر لوحده، احنا في حاله حرب، احنا مش في حاله عاديه، البلد مش مؤمنه، بس ان ضابط واحد ينزل خدمة واحدة لمدة 7 شهور يوميا، دي حاجة كانت صعبة ومستحيل انها تحصل. كان بيقول لي انا خايف، ما عندناش تأمين، كان على طول يقول احنا ما عندناش تأمين، ما الحاجات اللي بتيجي في التلفزيون دي ولا حاجة. قال لي احنا عايشين هناك بالستر كده بالبركة، والله كان يقعد يقول لي ما فيش تأمين خالص، ما بيعملوناش أي حاجة. أحمد لما حصلت الحادثة طبعا حالته كانت حرجة، كان أكتر واحد حالته حرجة، فطبعا علشان ما فيش واسطه او مش حد مهم بالنسبه للوزير او بالنسبه للرئيس، احمد جاي في عربيه اسعاف من العريش، جاي في 4 ساعات ونص او في 5 ساعات، ولما دخل المركز ما قالولناش ان هو مات، هو استشهد قبل ما يدخل المركز ب5 دقايق. تكريمه ان كلهم يتحاسبوا، من اكبر قياده لاصغر قياده، من يعني من اول الوزير لحد المأمور اللي كان في القسم. انا كنت اكتر واحده مؤيده للسيسي وكنت بحبه جدا وايدته كتير، بس انا دلوقتي اكتر واحده معارضه ليه. انك تسيب الضباط دول الالوف اللي بيموتوا كل يوم وانتوا بتعلنوش عنهم، انتوا بتقولوا في استشهاد 10 ضباط، بيقول 10 دول 50 بس انتوا ما بتقولوش، انت سايبهم من غير تامين، سايبهم من غير اي حاجه، سايبهم ليه؟ يعني ايه مش قادر على ارهابيين؟ يعني لما انت مش قادر على ارهابيين بتودي ولادنا ليه؟ وهو كان ليه وصيه، قال لي بعد ما اموت روح لهم الوزاره، انا هروح واقول لهم. قال لي طلعي بابا وماما وطلعي معاهم الحج،